حياكم الله مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء وفي عناوينها نتابع. تقارير تفيد بضلوع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وحرسه العسكري بهجمات أرامكو النفطية، فستحمل الأيام القادمة إثباتا على تورط إيران بالهجوم. أنصار نتنياهو يخرجون في شوارع تل أبيب دعما لرئيس الوزراء، فكيف سيواجه نتنياهو ضغط حزبه الداخلي وانتخابات ثالثة قد تفقد الليكود ميزان القوى الحزبي؟ على ما يبدو بات ضلوع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية محتملا عقب تقارير تفيد بدعمه لخطوة الحرس الثوري الإيراني إن ثبتت باستهداف منشآت أرامكو النفطية. إيران التي تعاني من عقوبات اقتصادية قاسية تواجه في الأشهر الماضية حراكا شعبيا داخليا وضغطا على جارتها العراق، فيما لا تلتزم الأطراف بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى، ما يرجح بحسب البعض توجيه إيران أسلحتها للخارج في منطقة الشرق الأوسط، وذلك دفع دولا أوروبية وخليجية لحشد قواتها في مياه الخليج تحسبا لأي عمل عسكري. كشف وكالة رويترز المثير حول تورط المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة يبحث فيها كل طرف عن فرض سيطرته وهيمنته. حول ذلك انضم إلينا من استديوهات باريس دافيد عباسي الصحفي والكاتب الإيراني. مرحبا بك معنا سيد دافيد. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من عمان خبير العلاقات العربية والدولية عمر الرداد. سيد عمر مرحبا بك معنا. سيد دافيد دعني أبدأ معك، كيف تتحضر الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول الخليج العربي بشكل عام إلى كل هذه التطورات في هذه الملفات، خصوصا وأن التقارير باتت تتحدث عن إمكانية ضلوع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بالمسؤولية عن هجمات أرامكو؟ مرحبا، مساء الخير، أهلا وسهلا. لقد نعرف كل العالم اليوم بأن في إيران منذ 40 سنة مش حكومة مش جمهورية مش دولة، منظمة الإرهابي تحكم في إيران. ومنظمة الإرهابي من بداية الثورة بدأ للتدبيب أشخاص من خارج البلد، من العراق، من أفريقيا، من سوريا، وعلمهم الإرهاب. أنا أفكر بأنكم لا تعرفون ساتجا. ساتجا شو؟ ساتجا منظمة إرهابية دولية بني في أيام أولى للثورة الإسلامية في إيران، يعني منظمة للتصدير الثورة الإسلامية في العالم. ومن بداية بدأوا أن يجمعوا الناس من كل بلاد الإسلامي للتدبير، بيكون إرهابيون بعدين برجعوا إلى بلادهم. نعم. وبعمل عمليات الإرهابي. يعني السيد علي خامنئي، سيد علي خامنئي من بداية هو كان تقريبا حتى من زمان بازرغان، هو كان زعيم حرس الثورة وهو كان تقريبا وزير للدفاع الإيراني. فلذلك سيد علي خامنئي من بداية تصدير الثورة والإرهاب، وهذا قضية أرامكو. نعم. قضية أرامكو، أنا عندي هنا صوت علي خامنئي، سيادة سيد علي خامنئي، أنا عندي صوته. هو منذ ثلاث سنوات قال مرات بأننا قوي في العالم فسنضرب السعودي، وقال حسن روحاني أيضا، وقالوا كمان كبار من حرس الثورة نحن سنضرب. وإنما ضربوا طبعا. نعم. بقول هاي هوفيين أنصار حزب الله من يمن. لكن أنا أريد أقول لكم شيئا، من هم حزب الله؟ جهاد إسلامي. طيب هذا موضوع آخر سيد دافيد. نعم، سأعود لك هذا النقاط. كل هذول حرس. نعم. الثورة الإيرانية. دعني واحد بدكتور عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. دكتور عماد مرحبا بك معنا. كل الأنباء تتحدث عن أن إيران قد تصدر أزمتها الداخلية إلى الخارج، كيف تحضر واشنطن برأيك إلى كل ما يجري، خصوصا وأن التقارير باتت تتحدث عن ضلوع إيران في هجمات أرامكو وأن الحرس الثوري هو المسؤول عن ذلك؟ يصدر الإيرانيون. نعم. الإيرانيون أنهم بحاجة إلى مثل. سيد دافيد أنتقل إليك، هل ما ينشر وما يدور الحديث عنه كفيل بأن يغير
السياسة الأوروبية وخصوصا السياسة الفرنسية بخصوص الملف الإيراني ككل؟ سيد دافيد هل تسمعني؟ نعم، أنا متعجب جدا كيف العالم منذ 40 سنة لم يرى ماذا تعمل هذه المنظمة الإرهابية في إيران، واليوم يقوده سيد علي خامنئي. منذ 40 سنة كل يوم الجمعة في كل المدن الإيرانية في صلاة الجمعة يصرخون الموت للأمريكا، الموت للإسرائيل، إسرائيل صديقنا منذ 3000 سنة، منذ 3000 سنة نحن أصدقاء مع إسرائيل، وحتى اليوم ما شفنا. لم تجبنا على السؤال سيد دافيد. نعم، هذه الأفكار وصلت، ولكن السؤال سيد دافيد، كيف ستتعامل الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا مع كل ما ينشر هنا؟ رويترز يتحدث عن أن مسؤولين إيرانيين هم من يعني أبلغوا وقرروا هذا الهجوم على رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. أيضا إيران مستمرة في سحب التزاماتها من الاتفاق النووي، هل هذا كفيل بتغيير المواقف الأوروبية؟ طبعا هذا أريد أن أقول بأن العالم يعرف أرامكو، وقبل أرامكو كل الصواريخ ضد إسرائيل من قبل إيران، بس مش إيران. أنا أرجوكم لا تقولوا إيران، رجال الدين في إيران، لأن الشعب الإيراني مع الأحرار في العالم، حتى مع إسرائيل ومع أمريكا ومع أحرار في العالم، ونحن بدنا السلام، ما بدنا أي مشكلة مع أي جيران. لكن هذه المنظمة أنا أقول هذا، أنا متعجب كيف الأوروبا، كيف الأمريكا يأتون هذا الفرصة، مش اليوم، منذ 40 سنة، للقتل والدمار في العالم وفي داخل إيران من قبل سيد علي خامنئي وكل الحكومة الإسلامية. هذا متعجب، أنا أيضا والعالم متعجب. حبيبي كيف بيصير؟ كيف بيصير بيعملوا بقتلوا وصواريخ يوميا ضد إسرائيل، صواريخ من يمن وإرهاب في أوروبا، لماذا كل يسكتون؟ طيب ابقى مع السيد دافيد، دعني ارحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي السعودي السيد دحام العنزي. السيد دحام مرحبا بك معنا. يعني نتحدث هنا عن ابعاد تقرير رويترز الذي يقول بان المرشد الاعلى للثوره الاسلاميه هو من اعطى الامر بهجوم ارامكو. ماذا يعني بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه ان يثبت ضلوع ايران بهذا الهجوم؟ حقيقة اعتقادي ككاتب رأي ومحلل سياسي بأنه ليس غريب مثل هذا التصرف على القيادة الإرهابية في طهران بقيادة الخامنئي. بالتأكيد أنه كان يعلم، وبالتأكيد أنه هو من أعطى الأوامر. وأعتقد أن هذا هجوم ليس فقط على المملكة العربية السعودية، وإنما هجوم على منابع في العالم، وعلى العالم أن يرد على هذا الهجوم وأن يوقف هذا العبث الذي تمارسه الميليشيا الحاكمة في إيران. نعم سيد دحام، ماذا يعني ذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ كيف يمكن أن تتعامل السعودية الآن مع ثبوت هذا الأمر على إيران، خصوصا وأن الجانب الأمريكي يتحدث عن أن إيران قد تحضر لهجوم ثاني في الشرق الأوسط، وشاهدنا حشدا أمريكيا واسعا في مياه الخليج. نعم عمر رداد خبير العلاقات العربية والدولية كنت معنا عبر خدمات سكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك دكتور عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي من استديوهاتنا في واشنطن، وشكر موصول للسيد دافيد عباسي الصحفي والكاتب الإيراني من باريس، وأشكرك سيد دحام نزل الكاتب والمحلل السياسي السعودي كنت معنا عبر الخط الهاتفي. مشاهدينا الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونعود إلى ملفنا الثاني في هذا المساء، تبقوا معنا.